هلا والله شباب، طبعا اليوم راح اجيب مقطع جديد من لعبة كروتوبيا، واليوم المقطع بيكون عن افضل تعليق جاء في الحلقة اللي طافت. مثل ما قلت لكم نهاية الحلقة افضل فكرة مقطع بتجيني على هالوي كود راح اسويها في المقطع الجاي، واللي هي هوري هي الحين قدامكم. التعليق جاء على 5 لايكات، والفكرة تقول ان جزء ثاني عن اشياء ما تعرفها عن كروتوبيا. فاليوم الحلقة بتكون أشياء ما تعرف، 10 أشياء يمكن ما تعرفها عن جروتوبيا، خصوصا لاعبين جدا. قبل سنة طبعا سويت جزء أول، اللي ما تشوفه يقدر يروح يشوفه، واليوم بسوي الجزء الثاني. طبعا الجزء الأول كنت مخلينا تقريبا عشوائي أو أشياء يعني عشوائية، لكن هالمرة أشياء يعني كلها تقريبا نستفيد منها تقريبا. فاليوم جبت تقريبا 10 أشياء عشان بشرحها. في أشياء ممكن تعرفها يمكن لا، أتوقع يعني اللاعبين لأقل من سنة أو تقريبا سنة ونص يمكن على الأقل 5 أشياء أو 6 أشياء ما يعرفونهم. فأول شيء هو اللي هو الدينامو، هذا الشيء الصراحة واجد مفيد، وسعره تقريبا دل يعني ناقص زايد. هذا الشي طبعا نزلوه قبل في اللي هو ايفنت الجايد، وردوا رجعوا مرة ثانية. كان سعره تقريبا 6 دل، بعدين رخص وصل تقريبا 1 دل لأن رجعوا مرة ثانية. فهالشي طبعا هذا اسمه اللي بيشتري. هالشي واجه مفيد، واجه مفيد، خصوصا اللي عنده مثلا ستون مثل ده وواجه كبير. فمثلا دايما باخد شي معين من هني راح اعاني يعني عشان اخده، لازم اخد كل شي وارد دفلته، لكن هني لا، بس تحطه مني مثل ما تشوفون يحدد لك 3 بريكات على قدام، هذين 3 بريكات. فتختار الشي اللي تبي، مثلا تبغى زومبي برين مثل ما تشوفون اخدته، مثلا يورانيوم بلوك اخدته. فمثل ما تشوفون هالشي يخليك تسحب البليكات لو كانوا يعني مفلوتين في الارض، وحتى لو كان يعني 100 شي قدامك تاخذ بس بلكة واحدة وتطلع. فهذا هو الشيء. طبعا لا، ال10 أشياء اللي الحين حطيتها أنا تقريبا كلهم تستفيد منهم أشياء يعني منها فايدة. وهني الكاميرا، طبعا يمكن ناس أتوقع هالشي ناس واجد يعرفون عن الكاميرا ويمكن ناس ما يعرفون. طبعا دي الكاميرا تحطها في العالم وتشوف كل شي تقريبا منها. طبعا اذا حطيت انت تختار الاشياء هني، مثلا شو ايتم تاعك تشوف كل شيء اخذ في العالم هني، شو تشوف اي شيء يصير يضرب في العالم هني، تشوف الناس اللي يدخلون العالم هني، تشوف الناس اللي يطلعون هني. يقول لك لا تراوني الاشياء مال الاونر ولا الادمن. فهذا هو مثلا الحين انا دقيقة بس بحدد، هو اكثر شيء يحطونه اللي هو شو بيبل انترينج. المهم تشوف الناس اللي يدخلون، مثلا تشوف طلعت دخلت يسجل، ثم تشوفون متى دخلت والتاريخ والوقت كله. فهذا هو الكاميرا. الشيء الثاني واللي واجب بعد مفيد يعتبر اللي هو باور جلوف. هذا الصراحة شيء واجب مفيد بعد. اليوم الأشياء تقريبا كلها اللي حطيتها تستفيدون، نستفيد يعني منها اشياء تفيدك في اللعب. ف ثم تشوفون عشان تصيد الاشباح، اول شي بشرح الاشباح. عشان تصيد الاشباح تحتاج جدان، اوكي عشان تصيد الاشباح تحتاج طبعا ديلان واللي هو النظارة عشان تشوف الاشباح. ثم تشوفون الحين مثلا عشان تصيد شبح، مثلا نقول هذا شبح الحين، عشان تصيده طبعا هو سهل بس في نفس الوقت تقدر تقول صعب. عشان تصيده لازم تحط هني وتخسر بعد شوي ولات، ما تشوفون الحين ده صدته. لكن ده اللي هو هذا الباور جلوب سعره بعد اتوقع بحدود الدل يمكن زايد ناقص. هالشي واجب مفيد يعني. الحين براويكم اياه، شوفوا الحين مثلا ده الشبح بدل ما احط له كوست جار بس اجي اضرب عليه، ثم تشوفون اختفى خلاص، اختفى من العالم.
فهالشي صعب واجد واجد للعوالم. الحين مثلا ده شبح بس ضروا عليه خلاص يختفي من العالم، فهو ده يقتل لك الأشباح كامل. يعني أي شبح ما يخلص ما له وقت معين، بس كل عليك تلبسه وتلبسيه اللي هو ده نيترون باك اسمه، ولا شنو اسمه، بس هذا اللي فينا تلبسهم وخلاص تقدر تستخدمه للأبد. يعني ما يخلص حتى لو تقتل بمليون شبح. والشي الثاني ولا أتوقع ناس واجب بعد يعرفونه اللي هو جروس كان. طبعا جروس كان تراويك الأشياء، مثلا الدروب اللي في العالم، الأشياء المرمية في العالم، ما في ولا شيء مرمي في العالم، وتراويك البلكات الموجودين. يعني كل بلكة موجودة في العالم تراويك إياها وباسمها، فكل شيء موجود في الجروس كان. فالشيء الثاني اللي الحين هالثلاثة أشياء بيكونوا عن السيرج. فالشيء اللي عقبه بيكون الكوفي، أو لأ مو الكوفي، اللي هو ده. طبعا ده الشيء واجب بفئد الناس اللي هو عشان السيرج. اوكي هذا الشيء طبعا اذا تلبسه يفيدك في السيرج. يعني هذا مو بس شكل، لا ليه فايدة في السيرج. دام بتسوي سيرج او عملية جراحية وخسرت فيها الوقت يكون ساعة كامل عشان ترد تسوي مرة ثانية، ده خسرت عقل. لكن ده تستخدم ده يقلل الوقت، بدل ساعة يخليه 45 دقيقة ولا 44 دقيقة. فيب دقيقة الحين بجرب وياكم بتأكد. ف اوكي قبل لا بدي بس اوكي بس قبل لا بدي هاي بعم شي بفيدكم للناس واجد اللي ما يعرفون يسوي سيرج، بس حبيت اضيفه على السريع اللي هو هذا هو تيرن. إيه احفظوا اسمه وشكله. هذا هو سعره ما اعرف صراحة كم سعره، بس يمكن 5 بول ولا من 5 إلى 10 بهالحدود. طبعا ده الشيء اذا تستخدمه يعلمك شنو تسوي السيرج كله بالضبط. يعني بس اللي عليك تقرا وتحط، مثلا تشوف هني اللي باللون الوردي اولترا ساوند يقول لك استخدم، فاستخدم اولترا ساوند لاب كيت مثل ما تشوفون هذا الاسم الوردي اللي فوق، فلاب كيت نستخدم. انتي بايوتكس اللي هو ده، فده يعلمك. لا مو وقت اللاج. اوكي ولان حط حليو فخسرته. طبعا هالشي مستحيل تخسر فيه، لكن انا خسرت طبعا صار لايك طلعني. بس مثل ما تشوفون 44 دقيقة بدول ساعة كامل. فهذا هو الشي وانا اسمع، هذا اسم اللي يبي هيلينج توم ما ادري شنو اسمه. المهم هذا يمكن اسوي بعد عنه شرح بروحه. طبعا ده الشيء يعلمك السيرج، خليك تستفيد من السيرج بسهولة، يعني خليك تتعلم عليه سريع سريع، ويعطيك يعني طبعا جوائز، ويعطيك اللي هو ده. فيب هذا هو ده، انت بتتعلم السيرج لازم تستخدم ده اول، او تحول يعني فيه. فيب المهم الشيء اللي عجبه ده من انه سواتش سألوني شلون تسوي سيرج. فهني 3 معلومات طبعا جبت في المقطع عن السيرج اللي هو التي او الشاي. طبعا ده ناس واجد يفكرونه يعني بس شدي او بس تشربه وخلاص حاله حال الملك، لكن لا ده خليك طبعا دقيقتين على ما يختفي. طبعا ده الشاي تستخدمه للسيرج، هذا ده تستخدمه اللي يقلل نسبة الخسارة عندك في السيرج. طبعا السيرج من زوم هو معقد، وانا ما بشرحه وما بتعلمه حتى. ف السيرج طبعا ده تسوي عندك سكيل فيل او نسبة الخسارة، لان تشرب الشاي يقلل نسبة الخسارة. فهذه هي فايدة اللي هو التي او الشاي. سعره واجد رخيص تقريبا 100 بول، فيعني واجد تستفيد منه في السيرج، خصوصا اللي توهم مبدي. يعني اللي سكيل فيل مالهم 100 يكون عندهم السيرج تقريبا يمكن مرة كم، بس كل ما تستخدمه يقلل نسبة خسارتك.
بس لين ما كنت تعرف عن السيرج كلش هذا ما يفيدك، لين كنت تعرف شوي السيرج هذا يفيدك الشات. والشي اللي عقبه اللي هو ملابس السيرج والدراجون مال السيرج. طبعا دي الملابس لين تلبسها مو بس شكل، يعني بتشوفوا الناس واجد يسوون سيرج بهالملابس ويستخدمونه بعد الدراجون. طبعا دي الملابس والتنين بعد نفس الشي نفس الشاي، يقللون نسبة خسارك بنسبة يعني واجد كبيرة، واجد واجد يفرق دين تستخدمهم. اذا تستخدمه وما تستخدمه اللي يفرق واجد طبعا في اللي هو السيرج، يقلل نسبة خسارتك بشكل مو طبيعي. فيب هذه هي فايدة السيرج او فايدة الملابس، والدراجون لان تلبسه يزيد لك الاكس بي بشكل مو طبيعي. يزيد الاكس بي يعني يزيد الاكس بي واجد لان تستخدمه. وطبعا لان نجحت في العملية مو لان خسرت، اذا نجحت في العملية طبعا العمليات هم يعطونك اكس بي واجد لك لان تستخدم الدراجون، وبعد في كيكة تاكلها زيد لك الاكس بي مالك بشكل مو طبيعي. المهم ننتقل للشي اللي بعده واللي هو القلادة. دي القلادة اللي ما يعرفها تفيدك طبعا في شنو، وين هي؟ بس خلنا نلبسها. اوكي دي القلادة تفيدك اللي هو تقلل نسبة الضربة. يعني الحين مثلا شوفوا الحين بحسب كم بدون القلادة وبالقلادة كم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة، 7 ضربات بدون القلادة. إذا استخدمت القلادة 1 2 3 4 5 6 مثل ما تشوفون 6 ضربات. فهذه القلادة واجد تنفعك إذا بتستخدمها طبعا، بس مو لهناك واجد مفيدة، لأن إذا تستخدم الأكس يكون نفس الضربة، لكن إذا بتستخدم شي ثاني غير الأكس مثل ما بتخليه في إيدك فيعتبر عندك اكس. ولين عندك بعد ريمان، بتستخدم ريمان او اي شيء يعني ينفعك للتكسير لازم تستخدم دي القلادة او دراجون سكار. فهالشي واجد ينفع خصوصا اللي عندهم الريمان. اوكي حين الشيئين الثانيين اللي هم ديلين مو واجد مهمين، بس اتوقع ان في ناس واجد ما يعرفون وش سالفتهم خصوصا القلادة، فحين اقولكم وش سالفتهم. بس اولي بلي اروح عالم في ناس. اوكي اول شي نبدي فيه بنبدي في الجناح. اوكي اول شي بنبدي في الجناح، بس قبل لا نبدي حب رايكم الضربة اللي هو بالماي. بس دقيقة. اوكي حين ضربة بالماي او فاير هوس، فبنشوف الحين كم بلكة تقريبا يتحرك. اوكي تقريبا 4 بلكات 5 بلكات. ف بس نستخدم اللي هو الجناح هذا هو اسمه، شوف كم بلكة يتحرك مثل ما شفتوا تقريبا دبل بلكات. في بعد تقريبا ما يتحرك كم يمكن دقيقة، قلت تقريبا 7 بلكات، لكن في أشياء بعد تلبسها 6 كامل تقريبا تلبسها يخليك يتحرك تقريبا 21 بلوك يخلي اللعبة تشير. بس أنا الحين مو مستخدم كل الأيتيمات. فايب هذا هو أهم شيء اللي هو الجناح هو الأساس. تقريبا سعره يمكن وندل يمكن ارتفع يمكن نزل ما أدري الصراحة. فهالشي يمكن الناس واجد ما يعرفونه. فايب اوكي القلادة اللي هو او الشي الثاني اللي هو القلادة اللي هي عكس الجناح، بس تستخدمه تستخدم بول القلوب او اي شيء يسحب مثل ما تشوفون. الحين بنجربها بس قبل لا استخدمها الحين انا قال عنها. ثم تشوفون رجع تقريبا بلك واحد او بلكين، لكن إذا استخدمها ثم تشوفون تقريبا 7 أو 10 بلوكات ما أدري كم بالضبط. فيب هذه سعرها تقريبا 50 وول 70 وول أقل من اللي أتوقع. فيب هذه
اللي يحب يجربها أو يستهبل ذيش عوالم يستهبل على الناس، مستمل من لعبة يدش بس يجنن الناس. فيب وبس والله هاي كل الأشياء، واللي عنده فكرة مقطع جاي يباني أسوي اكتب لي تحت في التعليقات، وأكثر مقطع يجي لايكات أو فكرة تعجبني بنزلها يوم الخميس أو عقب يومين. فيب كان هاي كل مقطع، لا تنسون لايك والاشتراك، ويلا مع السلامة.